ما هو الكورتيزون؟ يعتبر الكورتيزون أحد أهم الهرمونات التي يصنعها جسم الإنسان، ويلعب هذا الهرمون دورا مهما في تنظيم العمليات المهمة في جسم الإنسان مثل عملية الأيض والمناعة والالتهاب. ونظرا لأدواره المهمة وخاصة في علاج الالتهاب، قام العلماء باستغلال هذه الخاصية لصنع دواء مشابه للكورتيزون لاستخدامه في علاج بعض الالتهابات والأمراض التحسسية. وغالبا ما يستخدم العلماء مصطلحي الكورتيزون واستريويد للتعبير عن القشريات السكرية دوغليكوكورتيكويد الصناعية. يفرز هرمون الكورتيزون من الغدة الكظرية The Adrenal Gland، إذ يحتوي جسم الإنسان على زوج من هذه الغدد صغيرة الحجم وهرمية الشكل، وتقع غدة فوق الكلية الأولى وأخرى فوق الكلية الثانية. وتتكون الغدة الكظرية من جزئين، ولكل جزء وظيفة محددة، ويعمل كل جزء على إفراز هرمونات مختلفة ضرورية لجسم الإنسان. فالجزء المركزي يسمى النخاع، وهو مسؤول عن إفراز هرموني الأدرينالين والنور أدرينالين. أما الجزء الخارجي فيسمى بالقشرة كورتكس، ويعمل على إفراز الأندروجينات مثل التستوستيرون والقشرانيات المعدنية بالإنجليزية مينيرالوكورتيكويد، بالإضافة إلى القشرانيات السكرية جلوكوكورتيكويد. ويمثل الكورتيزول أبرز القشرانيات السكرية، أي واحد من أبرز الجلوكوكورتيكويد. يعمل الكورتيزون على منع إفراز مواد كيميائية معينة من الجسم تتسبب في حدوث الالتهاب، ولذلك يستخدم الكورتيزون في علاج العديد من الحالات المرضية التي تصيب جسم الإنسان. ومن الأمراض التي يدخل الكورتيزون في علاجها أمراض الدم مثل اللوكيميا، وكذلك ارتفاع مستوى الكالسيوم في الدم، كما يستخدم في حالات انخفاض عدد الصفائح الدموية بلاتلتس والنزيف الناشئ عن ردة فعل جهاز المناعة في الجسم. من الأمراض التي يدخل الكورتيزون في علاجها أيضا أمراض الجلد والعضلات والمفاصل مثل الصدفية والإكزيما والتهاب الجلد التماسي وتهيج الجلد وكافة عضلات الجسم، بالإضافة إلى التهاب المفاصل والأنسجة المحيطة به، وكذلك مرض الحمامي عديدة الأشكال والتهاب المفاصل الروماتيزمي عفوا. وكذلك يدخل في تكوين أمراض القلب في علاج أمراض القلب والأوعية الدموية مثل التهاب القلب والتهاب الأغشية المحيطة به والتهاب الأوعية الدموية في الجسم كالتهاب الشريان الموجود في المنطقة الصدغية The temple area. كما يستعمل الكورتيزون كعلاج ضد أمراض الجهاز العظمي مثل مرض الكرون وحالات عدم قدرة الأمعاء الدقيقة على هضم وامتصاص الطعام، بالإضافة إلى التهاب القولون التقرحي. يدخل أيضا في علاج أمراض الغدد الصماء مثل التهاب الغدة الدرقية ومرض أديسون الذي تقل فيه إفرازات الغدد الكظرية. كما يدخل الكورتيزون أيضا في علاج أمراض الجهاز التنفسي مثل الربو والتهاب القصبات الهوائية، بالإضافة إلى مرض الانسداد الرئوي المزمن وكذلك التهاب الرئة الناتج عن استنشاق المواد المهيجة. كما يمكن أن يستعمل الكورتيزون لعلاج حالات مرضية أخرى مثل رفض الجسم لزراعة الأعضاء أو أورام الغدد اللمفاوية سواء كانت من النوع هوجكين أو لا هوجكين والمتلازمة الكلوية، وكذلك يستعمل كعلاج لالتهاب الكبد المزمن. ولكن حذاري، فهناك مضاعفات جانبية للكورتيزون. قد يصاب المرضى الخاضعون للعلاج بالكورتيزون سواء كان ذلك على شكل أقراص فموية أو حقن بالعديد من المضاعفات الجانبية، وأبرز هذه المضاعفات مضاعفات في القلب والأوعية الدموية، ومضاعفات على الجهاز الهضمي كالقرحة المعدية، وكذلك مضاعفات على الجهاز العضلي الهيكلي مثل ضعف العضلات وفقدان الكتلة العضلية في الجسم وهشاشة العظام. كما هناك أيضا مضاعفات نفسية كالاكتئاب الشديد وتقلبات المزاج، ويؤدي إلى مضاعفات على الجهاز العصبي مثل المعاناة من التشنجات والدوار والصداع والإعياء. وهنالك أيضا مضاعفات على جهاز الغدد الصماء، فقد يؤدي استخدام الكورتيزون عند الأطفال إلى تأخير نموهم
بالإضافة إلى إمكانية الإصابة بحالة تشبه متلازمة كوشينغ. كما للكورتيزون أيضا مضاعفات على الجهاز التناسلي مثل الإصابة بازدياد أو انخفاض عدد وحركة الحيوانات المنوية عند الرجال أو اضطرابات الدورة الشهرية عند النساء. من أعراضه الجانبية أيضا مضاعفات على العين، وهو ازدياد الضغط داخل العين والماء الأزرق أو ما يسمى بالماء الأبيض، وبالإضافة إلى جحوظ العينين. وأخيرا يمكن أن يؤدي الكورتيزون إلى الإصابة بالانصمام الخثري في الأوعية الدموية، إلا أن ذلك نادر الحدوث.